أعلنت وزيرة البيئة البرازيلية أن بلادها في حالة حرب مع الحرائق والجريمة في وقت أعلنت فيه السلطات حالة الطوارئ في 45 مدينة في ولاية ساو باولو، وعقب اجتماع أزمة مع الرئيس لولا دا سيلفا. أعلنت الوزيرة أن الشرطة الفيدرالية بدأت تحقيقاتها في أسباب حرائق الغابات التي ضربت عدة مناطق في البلاد في الأيام الأخيرة. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور السيد صبري، استشاري للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة. برحب بحضرتك، صباح الخير يا دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا. إذن زلازل وفيضانات، تغيرات مناخية كبيرة يشهدها العالم أجمع الآن، لو تحدثنا في البداية دكتور عن أسباب هذه التغيرات. أسباب هذه التغيرات المناخية، أولا زيادة الانبعاثات وتركيزات مجموعة من الغازات تسمى غازات الاحتباس الحراري، هي ناتجة من استخدام الطاقة بأنواعها، سواء إنتاج استخراج البترول والغاز والفحم وكذا استخدامه في مجالات توليد الطاقة بأنواعها، سواء في قطاع النقل أو في أي قطاع أو قطاع توليد الكهرباء طبعا، وأيضا استخدامات الأخرى للاستعمال المحروقات بأنواعها بالإضافة إلى يعني أنواع أخرى من الصناعات زي صناعات بعض الصناعات الكيماوية واستخدام الأراضي. كل ده يتسبب ينتج عنه مجموعة من الغازات، الغازات دي بتبقى موجودة في الغلاف الجوي. الجديد أو سبب بقى التغيرات المناخية أن التركيزات الموجودة في الغلاف الجوي من هذه الغازات زادت بدرجة كبيرة جدا، وأدت إلى ما يسمى بظاهرة الصوبة أو الاحترار العالمي، الارتفاع في متوسط درجة حرارة الأرض، وده أدى طبعا إلى ارتفاع في درجات الحرارة وظواهر أخرى تسمى الاكستريم ايفنتس أو الظواهر المناخية الضارية أو شديدة الوطأة، زي الأعاصير المدارية وأيضا تذبذب حجم الأمطار كميا ومكانيا. بمعنى هنا بقى تبدأ تظهر تأثير يعني كميات كبيرة من السحب نتيجة الاحترار والتبخر من البحار وذوبان الجليد. كميات السحب دي نتيجة أن التوازن الحراري للكرة الأرضية اختل بسبب هذه الغازات أكسدة الاحتباس الحراري، فأصبحت كميات كبيرة من السحب تحول إلى أمطار أو أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات وسيول في أماكن، وأماكن أخرى كانت بتنزل فيها هذه الأمطار ما عادتش بتنزل، تحرك هذه الحزمة الأمطار مكانيا، وبالتالي بيبقى فيها هنا جفاف وجذب وتصحر. ده يعني مثال من ضمن الأمثلة. هناك أمثلة كثيرة زي تكون الأعاصير المدارية بالذات في المناطق البحرية الواسعة المحيطات يعني، وطبعا هذا الإعصار يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأمواج ويؤدي إلى يعني تسونامي أحيانا. كل المدن الشاطئية في هذه الحالة بتتأثر، أكثر الأماكن تأثرا برضه بتغير مناخ الدول الجزرية الصغيرة، ده جزر زي المالديفز وكده، فدي بيبقى سهل قوي بارتفاع مستوى سطح البحر بيغرق جزء من هذه الجزر، وأحيانا ممكن تكون معرضة كلها للغرق خاصة لو ارتفاع سطح البحر كبير، وبالتالي هناك آثار كثيرة بالإضافة إلى الارتفاع في درجات الحرارة بيساعد على انتشار الحرائق زي ما احنا شايفين، مع الجفاف وارتفاع في درجة الحرارة يؤدي إلى انتشار الحرائق. دائما بنشوف في جنوب أوروبا اليونان وجنوب فرنسا وجنوب أسبانيا كل الدول ديت، وطبعا في أمريكا اللاتينية وكل دول العالم سهل قوي الحرائق ديت يعني تنتشر بسهولة، وده طبعا طيب دكتور سيد، ربما تحدثنا عن الأسباب ولكن إن ذهبنا قليلا إلى الحلول لهذه التغيرات المناخية
هل يعني وجهة نظر حضرتك تقع على عاتق الدول الكبرى التي تسببت ربما في هذه الأزمات والمتضرر منها الدول الفقيرة التي تعاني الآن من هذه التغيرات المناخية وأصبحت ضحية للفيضانات وأيضا يعني البراكين والحرائق وغيرها؟ يعني يمكن الدولة المصرية كان لها تجربة كوب 27 التي عقدت في شرم الشيخ وخرجت بالعديد من التوصيات التي ربما استفادت منها دول كبيرة يعني للوصول إلى حلول جذرية لهذه المشكلة. يعني أين تقع الحلول على عاتق من وما هي الحلول من وجهة نظر حضرتك؟ هي الاتفاقية في تغير المناخ اللي اتعملت 92 ما كانت محددة، قلنا تغير المناخ وأسبابه وطبعا مصادر أو الأسباب كدول تاريخيا الدول الصناعية ودول المرفق الأول الدول المتقدمة كانوا هم يعني حددوا في التوقيت ده في حدود 39 دولة اللي هي أصلا عندها استخدامات الطاقة متعددة سواء استخراجا واستهلاكا، وكان عليها مسؤوليات لأن التصدي لتغير المناخ ما دام هناك زيادة في التركيزات يبقى نمرة واحد لازم نعمل ما يسمى بالميتيجيشن أو خفض الانبعاثات الناتجة دي، المعدل ده لازم يقل عشان نقدر مع الوقت نوصل على المدى البعيد يبقى في نوع من الستابيليزيشن أو التوازن ما بين الانبعاثات ديت والجو. خفض الانبعاثات ده يعني في التوقيت الأول هي كان مسؤولية رئيسية للدول الصناعية عليها خفض الانبعاثات بحدود معينة بنسب معينة، والآن الدول النامية لم تكن مساهمة في موضوع الانبعاثات ده وتاريخيا هي غير مسؤولة وبالتالي ولكن هي مضرة. البند الثاني اللي هو التكيف مع الآثار الناتجة عن تغير المناخ اللي هو أي دول خاصة الدول النامية لما تتأثر بتغير المناخ من وقت تأثيره على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وأشياء كثيرة، فكان لابد أن يبقى في إجراءات وتكنولوجيات للتكيف. الأدوات للكلام ده هي التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الحديثة قليلة الانبعاثات الكربونية أو تكنولوجيا التكيف مع تغير المناخ زي الزراعات الحديثة والزراعة الذكية مناخيا وغيرها، وده طبعا محتاج تمويل. يبقى عندنا البندين الرئيسيين نقل التكنولوجيا من الدول الصناعية إلى الدول النامية عشان يقدروا يكونوا قادرين على التصدي لأثار تغير المناخ، وأيضا يقدروا يكونوا مساهمين في تكنولوجيات خفض الانبعاثات، وده محتاج تمويل. وطبعا التمويل ونقل التكنولوجيا كان هو ده مصدر دائما المفاوضات والخلافات منذ بدء الاتفاقية وحتى هذه اللحظة، وهو الدول الصناعية لا تقوم بالقدر الكافي من التحقيق التي تتمثل عليها من حيث نقل التكنولوجيا للدول النامية والمتضررة وكمان التمويل اللازم لهذه الإجراءات. فطبعا ده المشكلة. يبقى لابد حديثا بقى اتفاقية باريس اللي هي الملحقة كانت بتقول لا ده هذه الجهود من الدول الصناعية مش كافي ولكن لابد كمان مشاركة بقية الدول على قد إمكانياتها حتى اللي هي الدول النامية وتكون هناك ربما آلية يعني إجبار الدول الصناعية الكبرى بتحمل ما يعني تسببت به من ربما أضرار للدول الفقيرة بتحمل هذه الأعباء والتمويلات لمساعدتهم على بالتأكيد يعني مجابهة هذه التغيرات المناخية. بشكرك شكرا جزيلا دكتور السيد صبري استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة.